بس تمام. لازم يكون معانا رئيس الاتحاد الكابتن علي حسب الله، رئيس الاتحاد المصري دكتور الدكتور كمان كابتن الدكتور علي حسب الله رئيس الاتحاد المصري لشؤون الطائرة. اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك واهلا بالساده مشاهدي قناه النادي الاهلي، القناه المحترمه، القناه العلميه، القناه التي تسعد جماهير النادي الاهلي. متشكرين يا دكتور على المقدمه دي، ده احنا اللي بنشكرك على المجهود اللي حضرتك بتبذله وباقي اعضاء الاتحاد والمنتخب سواء رجال وسيدات. ربنا يكرمكم وتكملوا في المشوار. كابتن، يمكن يعني انتوا عليكم عبء كبير وطمعتوا الناس اكتر واكتر في الريشه الطائره ان هي تقدر توصل بينا للعالميه، خاصه بعد ميداليه البحر الابيض المتوسط كاول ميداليه لينا في هذه البطوله الاقليميه. شايف الدنيا ماشيه ازاي يا كابتن؟ شايف يعني الامور مساعداك ان انت ممكن تطلع لقدام بهذه اللعبه؟ والله انا بحييك الاول على الاسئله الجميله بتاعتك، وبرحب اسمح لي يعني ارحب بمحمود عزت واحمد صلاح لان هم من اعمده المنتخب المصري ريشه الطايره. حضرتك استاذ الاتحاد المصري ريشه الطايره اسس سنه 1991، تمام، يعني يعتبر من الاتحادات الحديثه ليس له تاريخ طويل. صحيح. وبالنسبه لمقارنتي بالتاريخ والانجازات اللي حتى هذه اللحظه، اعتقد ان الاتحاد ماشي في طريق سليم. طريق سليم ده بيعني استخدام الاسلوب العلمي مع كافه المستويات. نمره 2، اهتمام بالناشئين والناشئات والشباب والاجيال التي نتوعد بها. يمكن كانت طفرة الميدالية التي حققتها الريشة الطايرة، ولأول مرة زي ما الكباتن قالوا في بطولة البحر الأبيض المتوسط التي تضم أعلى دول في العالم. الخطط اللي تتكلم عنها كابتن محمود عزت، وأنا ببارك له على بطولة إفريقيا الحقيقة كمدير فني، ومحمود طبعا أنا عشرتي معاه فترة طويلة وهو راجل متعلم وراجل جيد جدا في إعداده، والحقيقة ما فيش خطة بيعملها إلا لما بيعرضها الاتحاد. وبالتالي احنا كاتحاد مصر ريشة الطايرة ملزمين ان احنا نوصل الخطة دي لوزارة الشباب والرياضة علشان يستطيع المجلس الإدارة ان ياخد الدعم اللي بيكون موجود من وزارة الشباب والرياضة. الحقيقة أنا بحيي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبحيي الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية في المجلس في وزارة الشباب والرياضة، لأن اللجنة العلمية دي عليها دور مهم جدا، بتناقش الاتحادات اللي بتدي وعود لأنها تحضر ميداليات. وبالتالي احنا اتناقشنا في الخطة دي مع اللجنة العلمية برئاسة الدكتور كمال درويش، وبناء على المناقشة بيقنعونا بان احنا في بطولات طبعا نروحها، في بطولات ما بنروحهاش، وبناء عليه بيبدأ يحدد الدعم المادي اللي هي الوزارة بتديه للاتحاد. وبالتالي احنا الحقيقة انا بشكر مرة تانية لان الوزارة ما بتتأخرش عننا في اي دعم طالما ان هم بيقتنعوا بالخطط. زي ما قال محمود عزت، في خطط قصيره المدى وفي خطط طويله المدى. نعم. ان شاء الله احنا بنوعد ان احنا عندنا 3 لاعبين هيؤهلوا للدوره الاولمبيه 2024 في فرنسا. ان شاء الله. دكتور، يمكن محتاج اسال حضرتك سؤال. يمكن في قانون الرياضه رقم 71 ل 2017 كان يعني في تعريف الهيئات الرياضيه والاتحادات انه من اول بند يمكن في البدايه خالص دور الاتحادات هي نشر اللعبه. طمني عن عدد مشاركين، يعني حضرتك قلت في بدايه كلامك يعني متفضلا قلت ان حضرتك شغال على اللعيبه الصغيره والبراعم وكده عموميه، يعني هل حضرتك لامس تغيير او استجابه من مجتمع الرياضه في زياده عدد اللاعبين واللاعبات البراعم وكمان اعضاء الجمعيه العموميه؟ والله حضرتك المشكله ان الريشه الطائره رياضه مكلفه. نمرة 1، ما فيش بطولات عالمية أو محلية أو إفريقية بتقام خارج الصالات. فمبدئيا عشان تمارس ريشة طايرة لازم يكون داخل صالة مخططة. صحيح. لأن الريشة الطايرة سهل جدا اتجاهات الهواء وتأثير الهواء عليها بيغير اتجاهاتها. صح. وبالتالي ما فيش بطولات رسمية بتلعب خارج الصلاة. فنمرة 1، عشان تمارس لازم يكون عندك صلاة مغطى. نمرة 2، الأدوات الخاصة برياضة ريشة الطايرة قد تكون قريبة من أدوات الخاصة برياضة التنس الأرضي.
نعم. وبالتالي في مضارب عندنا بتعدي ال 5000 جنيه. علب الريش اللي هو تعادل الكره في الالعاب الجماعيه ريشه اسمها الريشه، عشان كده اللعبه اسمها ريشه طايره. نعم. فالاداه اللي احنا بنلعبها بالمضرب الريشه نفسها، علبه الريش دلوقتي اللي فيها ست ريشات قد تصل الى 600 و700 جنيه. ده الصناعيه كمان يا دكتور، الاصلي اللي بتيجي بتلعب بيها المباريات اللي هي بتبقى معموله من مواد طبيعيه اغلى من كده بكتير. ده الريش الطبيعي اللي حضرتك بتتكلم عليه. الريش الطبيعي بس هو معلومه، زي ما وصلتنا المعلومه منذ زمن طويل، ان الريش ده هو بيجيبوه من الوز. صح. انا ما اعرفش هل الوز ده موجود دلوقتي ولا انقرض يعني. هي المشكله مش في الوز، المشكله ازاي تصنع الريش في الوز. عايزه علم تاني عشان دي بالميزات. فبقول لحضرتك الادوات بتاعه الريشه الطايره مكلفه جدا، وبالتالي عشان ادخل نادي طبعا هيبقى محتاج يحجز لي صاله ويصرف ادوات وملابس وكده، لكن يعني احنا بقدر امكاننا بنسهل الامور. صحيح. احنا كاتحاد بناخد دعم كويس جدا الحمد لله من الوزاره، وبنحاول نساعد الانديه او مراكز الشباب اللي هي بتمارس في الطريق الصحيح. صحيح. وبروح اشوف الملاعب وبشوف هل هو فعلا جدي ويشارك في نشاط الاتحاد ولا لا. احنا فعلا كنا بدانا من 61 كانت الاعداد قليله جدا، لكن انا بطمن حضرتك دلوقتي يعني لاعبين ناشئين، لاعبين ناشئات، لاعبين كبار قد يتعدوا ال 10000 لاعب، برضه عدد قليل بالنسبه للعبه. الريشه الطايره بتعتبر لعبه فرديه وتعتبر ايضا لعبه جماعيه. نعم. اللعبه الفرديه اللي هي فيها 5 ميداليات في الدورات الاولمبيه، فردي رجال، فردي سيدات، زوج رجال، زوج سيدات، وزوج مختلط. صحيح. 5 ميداليات، يعني قصدي اقول لك ان هو لا لعبه ليها 5 ميداليات، ده رقم كبير جدا. بالظبط يا فندم. فخمس ميداليات، وبالتالي دي السنجل بتاعنا. برضه في نفس الوقت بيلعب بطولات الفرق زي البطوله التي اقيمت في جنوب افريقيا منذ حوالي 20 يوم تقريبا، ومصر حصلت على المركز الاول في وجود 13 منتخب زي ما تفضل محمود عزت المدير الفني. الفرقه دي كلها بتستعد من سنوات للبطوله دي، لكن ربنا كرمنا وربنا كان واقف مع المنتخب. ده لا يقلل ان فعلا اللاعبين واللاعبات، ومن خلال برنامج حضرتك النادي الاهلي انا بتوجه بالشكر للاعيب المنتخب، وبتوجه بالشكر لمحمود عزت اللي هو المدير الفني، وانا بوعد حضرتك ان احنا ان شاء الله اول ما هنبدا نعرف ان احنا لاعبتنا تاهلوا ماجي مع حضرتك في طبعا على الهواء. طبعا تنورنا وتشرفنا. شرف ليا حقيقه. لا شرف لينا، ابطال كبار وناس محبه لبلدها وبتشتغل من اجل رفعه اسم مصر يشرفنا طبعا يا دكتور، وتيجي هنا وتعلن ب ب ب ب ب ب بوصول لاعبتنا للاولمبيات، ويبقى ده دعم احنا بنقدمه ليكوا كابطال. اشكرك. وحتى شوف الفيديو اللي حضرتك بالرغم ان هو وقته قليل قوي، لكن شفت اللاعبين بعد النصر. لان الحقيقه لما اترفع على مصر انا كنت متابع الفريق في جنوب افريقيا، مش عايز اقول لك مباراه كل شوط متابعه وكل نقطه متابعها. اول ما انتهت المباراه ما عندكش فكره الفرحه اللي انا شخصيا كنت فيها. أكيد. لما عرفت ان علم مصر والسلام الوطني المصري اهو زي ما حضرتك عرضت على الشاشه. بالزبط. يعني واجهه مشرفه. فانا الشكر كل الشكر للنادي الاهلي وقناه النادي الاهلي ان انتوا بتجيبوا الاتحادات اللي هي بتعمل انجاز. طبعا يا دكتور طبعا، وده حقكم. ده حقكم يا دكتور. بعد الانجاز طبعاً. اطلع اقول لا، وقبل الانجاز انا ادعمكم يا دكتور والله صدقني، ومش حضرتك بس، كل الاتحادات والله اللي شغاله. أنا بشكرك وبحيي اسلوبك الراقي، وبحيي قناه النيل للمره، لو قلت مليون هيبقى قليل عليه. متشكرين يا دكتور يعني، وبنشكرك على الكلام الرقيق ده. دكتور طبعا علي حسب الله رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة كان معانا عبر الهاتف، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ونتمنى لحضرتك واتحادك الموقر كل التوفيق، وطبعا واللعيبة طبعا المنتخب والجهاز الفني بقيادة كابتن محمود عزة.